تحكوا على افلام اكيد وعالم السينما والتلفزيون، بس اليوم حيكون ضيفي اكيد محمد الطيب. اهلا محمد. اهلا علي، اعتقد هذه مش اول مره نجي معك. كم مره اللي فاتت التحدي في برنامج فوكس؟ طبعا كالعاده فزت، بس هالمره مش تحدي، هالمره حنحكوا عن فيلمين انا حضرناهم انا وعلي، واعتقد بانهم الافلام الحلوه يعني في سنه 2018. صحيح، بكل تاكيد. طبعا اكيد مش مبشرش بخير. صحيح، ممكن لا. لا، هي بس حاب ننوه ان اكيد الافلام مش حتنحرق، بس حنحكوا على مفهوم الفيلم، كيف كان حلاوته من عدمه، وهذه طبعا وجهه نظر شخصيه، ممكن حتى ثاني يكون عاجب الفيلم حتى ثاني مش عاجب الفيلم، ونحن العكس. حنبدو طبعا اليوم حنحكوا على فيلم أوشن 8. أوشن 8. أوشن 8 طبعاً، أو أوشن 8 هو فيلم يعتبر جزء من سلسلة كانت أولها أوشنز 11 مع مجموعة أو كوكبة من النجوم إلى أوشن 12 أوشن 13، وأكيد كانوا أبطالها كيف جورج كلوني وبراد بيت وغيره. هذا مختلف تماماً طبعاً محمد، الفيلم أبطالها كلهم من الإناث أو السيدات على غير العادة، على غير الأجزاء الأولى. لكن محمد طبعا قبل ما نعرف وجهة نظرك وجهة نظري، شو رايك نشوفه شوية من الفيلم نذكر الناس به؟ أكيد ضروري، وردوا نحكوا عليه. هاي. So you want to hit a jewelry store? Not exactly. A diamond mine. Yes, that's exactly right. Or what? The Met. The Met will be hosting its annual ball. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now. That's a lot. This is the most sophisticated security in the world. How long is that? 5 years, 8 months, and 12 days. Why do you need to do this? Because it's what I'm good at. Okay, everybody, let's get started. Here we go. Counting down. 3, 2, 1. Keep on. She's in. Dear God. We will not be the prime suspects. Wait. Sometimes every time you move it, they have to start from scratch. What did she do? I turn it on. كيف ما شفنا مع بعضنا طبعا، هذا كان العرض التشويقي او تريلر تاع فيلم اوشنز 8. خلينا نبدا في البدايه، انت حاضر الاجزاء الاولى او مش الاجزاء الاولى، الفكره الاساسيه خلينا نقوله من الفيلم اللي هي اوشنز 11 و12 و13؟ انا نعرف الفكره الخاصه بالفيلم، لكن عمري في حياتي حضرت ولا جزء، هذا اول جزء في السلسله نحضره. حبيت الفكره في الاساس، يعني في ربط شوي في الفيلم يحكوا لك على بعض الشخصيات. صحيح. اللي كانت في الافلام الاولى. صحيح. بس في النهايه هي تعتبر يعني الفيلم حسيتها يعني قصه مستقله، نفس الشيء فيها بدايه وفيها نهايه، ما يربطكش انه ممكن يكون في جزء ثاني لنفس هذه يعني نفس الشخصيات اللي طلعت فيها الفيلم. صحيح. اضافات يعني حلوه جت في الفيلم، يعني اعتقد وجود الفنانه العالميه ريانا في الفيلم، هل الناس كانوا متخوفين من وجودها؟ هي طلعت قبل هيك في فيلم اعتقد في ستار تراك او طلعت في العديد من الافلام فيلم ستار شيب اسمه شيب باتل اعتقد، اللي هو فيه اللي في السفينه والحرب بالضبط، بس كان مشهدها جدا بسيط ومش حلو. باتل شيب. أيوة. طبعا في الـ في الـ في باتل شيب كانت مش حلوه، ولا في هذا قصدك؟ لا، أوشن. في باتل شيب كان ضعيف دورها جدا نوعا ما، في كانت هذا الفيلم كان اعتقد اعطوها صح، اعطوها شخص. انا قلت لك حتى لما حكينا محمد كانت هي واحده من الشخصيات او من اكثر الشخصيات اللي عجبني. طبعا الفيلم من بطوله العديد من النجوم، منهم ساندرا بوليك في الشخصيه الرئيسيه او الاساسيه، ومعها كيت بلانشيت طبعا اللي نحبوها كلنا اعتقد، انه ما فيش حد يختلف عليه هذين الاثنين. طبعا خلينا نحكي بدايه على شخصيه ساندرا بوليك، كيف ما قلنا مش حيكون في حرق الفيلم فما تخافوش يعني. شخصيه لطيفه، كيف شخصيتها ديما خفيفه، وفي نفس الوقت ما تحاولش واجد انها تكون خفيفه، بالعكس هي شخصيتها تحسها لطيفه، وحتى في الفيلم من شخصيه ساندرا بوليك عاطيه واجد على شخصيه البطله الرئيسيه، ولا شن رايك انت؟ نتفق معك علي، اعتقد بان اليوم مش عصر الكوميديا المفرطه، اليوم عصر انك انت كيف تضحك الناس بدون ما تتعب في الموضوع. صح. في افلام هلبة للاسف نجروا في مساله انهم كوميديا من بدايه الفيلم لنهايه الفيلم لين تضيع القصه وما عادش يبدا يضحك المضمون، لكن اعتقد هم كانوا اذكياء، كانوا يحطوا في النكت مع ساندرا بوليك اكثر شيء، يعني في بدون ما تحس ان هي نكته. صح، كيف السرنجه يخشوا بها في الضحك بشوي بشوي، كيف من قبل حاجه حكينا عليه هو فيلم ثور، يعني فيلم اكشن
وفيلم مارفل كبير، وكانت كوميديا جزء لا يتجزأ فيه، ما كانت ثور الأخير. ثور الأخير اللي حضرناه مع بعضنا كان في تايلند. في تايلند أكيد. حلقة تايلند قريبة. أكيد حلقة تايلند أكيد حتشوفوها على عشية، رحلة كانت ممتعة. نمشي لشيء ثاني، القصة الرئيسية في الفيلم. القصة الرئيسية طبعاً كيف ما نعرف وكلنا، وهذه حاجة رئيسية، أن هم مجموعة من الشخصيات أغلبهم مشتغلين في سرقة من قبل بشكل أو بآخر، نفس الأفلام الأولى طبعاً، وهي تعتبر أخت جورج كلوني في الأفلام الأولى اللي هم عيت أوشن. عيت أوشن مخربين الدنيا. قالت ما شاء الله عيلتنا عندها تاريخ مجيد. بالضبط، العيلة كلها يعني يخططوا لسرقة، تبدأ تجمع في فريق هي وصديقتها المقربة اللي هي كيت بلانشيت حتى يتعدي لها بعد ما تطلع من السجن، بعد كانت مسجونة لمدة 5 سنوات، يلموا فريق ويخططوا لسرقة. سرقة كبيرة. سرقة كبيرة طبعا بشكل معين ومنظم، ويورونا الأحداث كيف يديروها، بعدين كيف عادت الأفلام الأولى وهذه مش حرقة، يردوا يورونا حاجات أخرى صارن بعدين. كل الشخصيات اللي كانوا في الفيلم محمد، كان كل شخصية لها طابع معين. بالنسبة لك أنت أين أكثر شخصية؟ كان في هلبة شخصيات حلوة، بس ظهور أنا هاتوي في الفيلم في البداية كنت تعتقد بأنه هو حيكون ظهور خفيف، مش هتكمل معاهم القصة، يعني تحساب أنها هي فقط سيلبريتي جايبينها داخل الفيلم، زي ما جابوا هلبة سيلبريتيز منهم كيم كارداشيان خطمت علينا الكاميرا. بالضبط، جيجي حديد ظهرت في مشهدين أو ثلاثة، في لعبة التنس ماريا شرابوف، لا ويليامز، واحدة من أخوات سيرينا ويليامز، كانت موجودة في لقاء صحفي. فأنا توقعت أنا هاتوي حتظهر نفس الفكرة أن هي فقط ضيفة، لكن تكتشف أنت في ما بيش نحرق، تكتشف الفيلم بأن حيكون لها دور كبير، وعجبني أن هي اختارت دور يعني مش الواو يعني البطل بس كان لها دور حلو. وهي صراحة ميزة يعني الأفلام هذينا حتى كل الأوشنز اللي قبلها غير أوشن 8، إن هن كان كلهم نجوم اللي موجودين، وتلقى ممكن نجم طالع في مشهد أو مشهدين وخلاص زعم يخلصوا يعني فيهم هم اللي خلصوا فيهم يعني. لأنا مرات يعني نقولك ممكن في الشرق الأوسط شمال أفريقيا للأسف يعني عندنا الفنانين والممثلين يعني يقولك أنا ما نطلعش في مشهد واحد يكون عنده تاريخ طويل مهما دفعوا له، يقول أنا ما نطلعش في مشهد واحد، بس حاجة حلوة نشوفه أفلام يطلع مشهد. أخيراً أصبح يعني ممكن يطلع ممثل كبير جداً في الفيلم بس يطلع مشهد واحد، ويكون هذا مشهده، هو مكلمين، هو مكلمة مثلاً المخرج صاحبه ولا البروديوسر أو المنتج أو الشركة أصحابه، يطلعوه بس في مشهدك صغير وما يحطوش حتى في الصور وكذا، تحسبه مثلاً جايبين توم كروز مثلا في فيلم في البوستر مش موجود، ما يحطوش في البوستر لانه مظبوط، وتلقى مثلا دوره مرات اقل او ند لشخصيه اول مره تطلع في على الشاشات او ظهورها خفيف يعني طفيف بس بالضبط. يعني حتى حميده من اكثر الافلام اللي طلع فيه نجوم فيلم اكسبندبلز، في كميه كبيره جدا من النجوم ونجوم الصف الاول في كل العالم، اللي هو بطله الاساسي او الرئيسي سيلفستر سالون وشوارزنيجر، وفالنتاينز داي تقريبا كان فيلم في 7 أو 8 مشاهير. بس عندك في إكسبندبولز وفي الأوشنز طلعوا كمية كبيرة جدا من النجوم حتى في أدوار بسيطة. حلو، نرجع للقصة. القصة أوفرول أنت تقييمك للفيلم كمحمد هل شفتها؟ إيه طبعاً، لأن زي ما حكيت قبل شوي أنا ما حضرتش الأجزاء اللي فاتت، بس تشبعت بالقصة، مش محتاج إني نحضر الأفلام اللي قبلها أو الأجزاء اللي قبلها. الفيلم من بكر إحنا نحكي على الإيجابيات، قبل ما نعطي الرقم حنحكي عن بعض السلبيات اللي في الفيلم ممكن الناس ما تعجبش بيها. كان في شوية حشو في النص، تطويل الفيلم شوية، في أحداث متوقعة جدا، تبدأ عارف أنت شين حيصير، يعني هذه مؤخرة في الأفلام عشان نحبها، يعني مهما كان ممتع الفيلم بس متعب بيصير نفس ما أني متوقع. هذه في كان كم حاجة مش متوقعات حلوات في نهاية الفيلم يخلوك أنك أنت أوكي شبعتني شوي. أعتقد أن الفيلم كان مفروض أقصر شوية باش المشاهد ما يجيش لحظة من الملل شوية، خصوصاً من الكم الكبير من النجوم الموجودين. تقييمي ليه تقريباً أعطيه 7.5. وأنا نقول إنك 7.5 عندي كويس. ما بيفهم غلط يعني. يعني زي الويب سايت هذا MDIB. صح. إيه. يعني تقريبا 7.5 يعتبر ممتاز. صح مزبوط، 7.5 يعتبر ممتاز جدا بالنسبه للافلام. بس انا اقول لك حميده قدام الناس بعد ما تحضر الاجزاء الاولى تقييمك حيتغير للفيلم. انا قلت قبل ممكن ينقص، ممكن ينقص او غالبا حينقص بالنسبه لي. اللي فاتوا احلى بالنسبه لي انا، الاجزاء اللي فاتت كانت احلى، بس الفيلم حلو كيف ما قلت، وفيلم يستحق ان الواحد يشوفه. تو حننتقلوا الى فيلم ثاني. Okay.
Okay, come on. Okay. Are you okay? I'm okay. How many can you save? 11 species. Blue is the last of her kind. You'll never capture her. We thought you might know someone who could help. A rescue op? What could go wrong? Hey, Blue. You know me. Come with me. You know you can't stay here. Pack your men up right now. It was all a lie! The man who proved raptors can follow orders. You never thought how many millions a trained predator might be worth? They're gonna sell them. Not Blue. They need it for something else. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. I say we shut this whole thing down. Hey, girl. You think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Blue! If I don't make it back, remember you're the one who made me come here. I'll be all right. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. Welcome to Jurassic World. فيلم تاني طبعا وسلسلة من الأقوى في العالم من أول ما بدأت بجوراسيك بارك سنة 1991. تو نزل الجزء الثاني من السلسلة وهو بعنوان جوراسيك وورلد The Fallen Kingdom، أكيد من بطولة النجم كريس برات كيف ما كان الجزء الأول. خلينا في البداية ما مش نقوله تقييمك للقصة ولا الفيلم، فيلم بشكل عام احكي لي عليه هيك بشكل عام من غير أكيد ما نحرق له. يعني من بكر من غير ما نحرقوه نحرق في كل شيء. عموما يعني هو تقريبا الجزء الخامس هذا من يعني الثاني من السلسلة الجديدة، ثلاثة من جوراسيك بارك والثاني من سلسلة جوراسيك بارك. صح. العيب الواحد في الفيلم هو بأن الموسم اللي فات كان قوي هلا جدا، وأعتقد خش في الترتيب الثلاثة الأولى في أعلى مبيعات في التاريخ. صح، الترتيب الرابع في التاريخ يعني. فاللي فات كان جدا جدا قوي، فأحيانا يصعب علي أنني نقيم الموسم هذا. صح. لو كان الموسم هو قبل اللي فات كنت قلت واو، بس لأن عرفت أنك أنت صيرت لك شوية شق من السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها عفوا، فأنت جايب 2015 كان الأول صح؟ طريبا. اللي فات، فأنت جايب متوقع أنك بتحضر سنة قبل اللي فات 2015 متذكر ثلاث سنين يعني 2018 2016 يعني نتذكر في ان هي سهر شهر 11 2015 تقريبا يعني. تقريبا في 2015 عادي يعني بالضبط. فوت هالي يا ودي خلاص حتى تو تاكدوا من جوجل. فلما خشيت للفيلم انا عندي الباك جراوند او الخلفيه على الموضوع بان هذا الفيلم رابع فيلم من ناحيه المبيعات في التاريخ واني حضرته. فجيت البدايه شويه الشخصيات ما أقنعونيش هلبة، ما زال ما طلعش البطل في البداية، البداية هلبة عطل البطل ما طلعش، ما أقنعونيش بعض الشخصيات، إضافة شخصيات يعطوها طبع الكوميدي ما أفوحوش فيها بالنسبة لي أنا نهائياً. هذه أكثر حاجة ضايقتك أنت في الموضوع. إيه، البطلة كانت رائعة جداً، تقريباً بدور كلير أو مش حاجة هيك. البطلة رائعة وشايفينها في بلاك ميرور من البطلة من الممثلات جداً رائعات. ما بيش نحرق للناس، بس البارت الثاني اصبح مشوق اكثر لما يدخلوا في مزاد علني من مزاد كويس علني. لا خلينا تو من المزاد مش نوصل لمرحله المزاد طبعا. والشيء الثاني هو يعتبر يعني خبر ان اصبح الخامس تو حميده بعد ما خش انفينيتي وور فيلم افنجرز، تو اصبح الرابع اخيرا من كم يوم في من ناحيه المبيعات من ناحيه الايرادات. وهذه دارت طبعا افاتار وتايتانيك هذا تنسوه. افاتار وتايتانيك وصلت لمراحل كبيره جدا صراحه. وطبعا
الأوائل هن أفاتار، تايتانيك، ستار وورز، ذا فورس أويكنز، وأفنجرز، وإلى جوراسيك وورلد. بقول لك بالنسبة لي أنا وجهة نظري في الفيلم، كيف ما قلت محمد، الجزء الأول اللي هو من السلسلة الأخيرة، السلسلة الأخيرة بتوع كريس برات، كان جميل جدا. كان فيلم صورة حلوة، قصة حلوة، مشوقة، ماشية بتسلسل غير عادي. ما نبيش نزعل الناس واجد اللي ما زالوا ما حضروه، لكن الفيلم هذا بالنسبة لي أنا كشخص نتفرج على الأفلام كان مخيب للأمال شوية. مظبوط، مخيب للأمال من ناحية القصة، كان فيها شوية هلامية، والله كان فيها شوية ضياع، في شوية نقص. يعني أنا بندير فيلم على الديناصورات، نجيب ديناصورات، نجيب ممثلين كويسين، نحطهم مع بعض ونقولهم يلا هوب نديروا فيلم. صح. هذا بالنسبة لي وجهة نظري من ناحية جوراسيك وورلد. يعني كان في دروبات كبار، كان طبعا من ناحية السينماتيك والتصوير. مزبوط. والصورة كان شيء غير عادي. بس نبي نعلق على هذا الموضوع علي، ممكن حتى تتناوله في واحدة من حلقاتك في برنامج فوكس. للأسف احنا في ليبيا ما عندناش سينما، صح، مش كونوا واقعيين، فالأفلام اللي تعتمد جدا على الصورة وما تعتمدش هلبة على القصة في ليبيا، للأسف في ليبيا مش حيصير منها، بقى هو بيحضر على شاشة التلفزيون مهما كان جوبر. إيه إلا لو استناه، إلا لو استناه لعند البلوراي، ينزل بلوراي حتى لو معاه مع الهوم سينما، الهوم ثياتر. شوف تفرق لما شوية. تكون في السينما مع الجرافيك هذا تنسى أحيانا القصة، صح، لكن مش يكون شخص مش ديما شوية. إيه صح. فهم اعتمدوا في جوراسيك وورد الجديد مش بس على القصة، اعتمدوا على الشكل العام للفيلم وكذا، لأنك أنت في السينما خلاص تبدأ مستمتع بال المؤثرات الصوتية، صح، وخاصة أنهم يفكروا في الإيرادات محمد. لكن تجي مثلا زي فيلم أفاتار مثلا، فيلم معتمد على القصة 100% ومعتمد على الصورة 100%. كان أول فيلم بتقنية الـ 3D. أنا بالنسبة لي أفاتار من أحسن الأفلام اللي طلعنا على شاشة. توه قريب 2019. قريب خلاص حينزلن فيلمين ورا بعض. حينزل نفس الشهر؟ لا حينزلن يعني سنة وسنة. أوكي حلو. أو أفنجرز. بدأت تخلط علي. لا اللي نعرف أفاتار الموسم الجاي في 2019، وقال في تقنية جديدة مش حنعلن عنها. بالضبط، حتكون بداية جديدة. أخيرا محمد، تقييمك للفيلم جوراسيك وورلد؟ بصراحة لو بتحضروه على شاشة التلفزيون في حياشكم، أعتقد بأنه حيكون الفيلم 6.5. أنا آسف لأن القصة ما كانتش قوية بالقصة، ممكن الناس يحبوه طبعا. أي لكن لو حضرتوه في شاشة يعني كبيرة نقدر نقول، وبلوراي يعني نقوله 60 بوصة فما فوق، وبلوراي أعتقد إنها حتزيد وحتولي 7-7.5. بالنسبة لك أنت؟ بالنسبة لي أنا في السينما كان 7.5 زي الفيلم اللي فات، لأنني اعتمدت على الصورة والمؤثرات الصوتية فغدت شوية الشغف متاعي وحبي للفيلم، فهمتني كيف؟ جميل جدا. على فكرة هي معلومة زايدة ممكن شوية، في روتن توميتو واحد من أشهر مواقع للتصنيف، الفيلم واخد 50%، وهذه نسبة سيئة جدا لفيلم كبير كيف جوراسيك وورلد أو 51%. وقال اسم على مسمى يعني فولن كينغدم. فولن كينغدم شكلها يعني سقوط المملكة. شكلها طاحت. طبعا هذين كان أفلام اليوم، حبينا ناخذ رأي محمد في هذه الأفلام، وأنا شاركتها هيك شوية برأي ما بديش نعطي واجد من رأي في الموضوع. شكرا أكيد محمد، في أي وقت.